مرحبا بيا في اكادير ومرحبا بالناس ديال اكادير. عندي انا فرحان بزاف لانه ماشي دائما كيتاح الفرصه للناس ديال اكادير في غياب قاعات سينمائيه اللي كيخدموا باستمرار انهم يشوفوا الفيلم. لذلك مهرجان سينما والهجره كيتيح لهم هذه الفرصه هذه، ولذلك كنشكرهم وكنفرح انه غيشوفونا ومن بعد غنهضروا على الفيلم ويكون عندهم السبق ولما لا في انتظار انه ان شاء الله هذا الحلم يتحقق. احنا اليوم شفنا قاعه ديال الصحراء اللي تجددت، قاعه ممتازه جدا، في انتظار ان شاء الله يكونوا قاعات اخرين باش هاد كاع المدن المغربيه نبقاو نمشيو لهم وحنا فرحانين والجمهور ايضا يشوف اعمال ديالنا. يمكن نقول لك بلي انا اعتمد اغلبيه على الجمهور وعلى الكلمات او انتقادات او اراء ديال الجمهور اللي بغينا نقولوا. لم ينصفنا انا طيله 40 عام، لم ينصفنا النقد في شيء ولم يزيد، لانه كان لدرجه بعض المرات كنسميهم يسمحوا لي كاين اللي هما كتحس بهم نقام ينتقمون منك ماشي كينتقدوك، لانه ما كيعرفوش كيفاش الامور كتمشي، كيجيو حتى الاخر وعاد كيبداو يقولوا الاراء ديالهم وهما في اريحيه جالسين في الكرسي ديالهم وهذا. حنا بغيناهم يجيو يشوفوا الفيلم ويزيدوا يشوفوا معنا كاع الطرق ديال الانتاج باش يمكن يكون واحد العدل. لذلك الاعتماد على الجمهور شيء مهم بالنسبه لي. بطبيعة الحال في مسيرة هذه 40 عام لما تيكونوا أدوار مختلفة، اللي يمكن نقول هو أن الناس العموم كيكون دائما عندها كاين اللي كيبغي افلام بوليسيه، كاين كيبغي افلام ديال الاثاره بلوس فيها بمعنى الحب والعشق او الاعمال الاجتماعيه، وانا دائما كنميل للاعمال الاجتماعيه لانها كتكون قريب الناس. من اهم الادوار اللي بقات راسخه عند الجمهور هي على القلده اللي كنعتبره من واليوم كيدرس في الكتب المدرسيه، وهذا الشيء كيساعدني. ميرسي. Ne, 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 ne